احنا على طول مواظبين على الصلاه هناك في البطرسيه. ده كان يوم اجازه، فقلنا ان احنا كلنا خلاص لازم نصلي كلنا سوا. فرحت يعني ده العادي في كنيستنا، فحصل بقى كده. حياتنا كانت متعه، وده اللي بشكر ربنا عليه. يعني انا عشت مع مراتي 22 سنه، مع بنتي دي 19 سنه. اشكر ربنا جدا جدا ان انا استمتعت بالمده دي. كنا المفروض ان احنا هنروح نجيب لبس العيد سوا. يعني هو دايما كان كل عيد انا اروح الف معاه المحلات واشوف يعني ايه اللبس اللي بتحبه، وانقي معاه اللبس ولا لا ده احلى وده احلى. ماما كانت يعني انسانه ما بتكرهش حد، بتحب كل الناس بطريقه غريبه، يعني ما بتعرفش تاخد موقف من حد. اخوها كان في صلاه في الكنيسه بالليل ورجع، يوميها رجع بيرتعش. قالت له طب اقعد على الكنبه، وقامت قالت له انا هاخدك في حضني علشان ادفيك. مامته شافتها كده قالت له انت لسه بترتعش يا بيتر؟ قال لها اه ماما مش عارف ليه. قامت واخده قاعده جنبه من الناحيه الثانيه، والاثنين اللي خدوه في حضنه. انا استعجبت من المنظر، اول مره بيعملوا لي، لكن قام زي ما تقول بيتودعوا مني. ساعه التقديس بالظبط سمعنا الانفجار. هو فجر نفسه عند ما بين اول عمود وتاني عمود، هما كان عند حوالي العمود الثالث على اليمين. لما نزلت ساعتها لقيت والدتها قاعده على الدكه بتاعت الكنيسه ومرجع راسها وبس ورا شويه، عمال اكلمها يمين وشمال ما بتردش عليا. الدكاتره كشفوا عليها قالوا لي لا هي منتهيه. فين بنتي؟ بصيت عليها ما لقيتهاش. طب هي كانت اخر مره فين؟ قاعده جنب مامتها. رجعت تاني جنب مامتها بدور عليها، لقيتها قاعده على الدكه ومكفيه عليها تراب. فبرفع راسها لقيت وشها فيه دم وبتقول لي الحقني يا بابا. فجاه قالت انا مش عارفه اخد نفسي. لقيتهم بيجروا بيها برضو، دخلوها عمليات الطوارئ. ما فيش ربع ساعه كده تقريبا لقيتهم مطلعين. طبعا احنا نبتدي نشوف العناصر دي فين، ويبقى العمليه سيطره عليها اكتر من كده. بس قصدي برضو بجانب دوت اللي احنا نبتدي يعني نشوف الفكر نفسه، يعني نحاول نصلح الفكر. اعزائي انا الخاص ان انا عارف ان هم في مكان احلى كتير، فيعني هو انا ازعل لما هم يكونوا فرحانين؟